تخيل حالك عم تدرس طب أسنان وتكتشف بعدين إنه لازم تعيد دراستك بجامعة تانية، وسبب إنك كنت عم تتدرب بأسنان الجاموس. قررت محكمة القضاء الإداري بمصر إعادة الدراسة لطلاب كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور، وعددهم حوالي 320 طالب، وتحويلهم لكليات مماثلة بالجامعات المصرية الأخرى مثل الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ. ظهر رئيس جامعة دمنهور الدكتور عبيد صالح بمداخلة تليفونية بأحد البرامج وصرح بأنه الخبر قديم من 2015 وتم إغلاق الكلية حتى إنشاء معامل مخبرية جديدة بتنتهي سنة 2022 بسبب نقص الأجهزة والمعدات للتعليم إضافة لتدريبهم على أسنان الجاموس. أما بالنسبة لردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانت ما بين الساخرة وبين مستنكرين الخبر، ومنبدأ بتعليق محمد: مشكلة اللي يتعلم ويتدرب على أسنان الجاموسة ويطبق على الإنسان، كان الله تعالى في عون مرضى الأسنان بمصر. أما شريف غرد وقال: طب أسنان دمنهور بلا معامل تدريب للطلبة يعملوا إيه؟ يدربوهم على أسنان جاموس وتوصل القضاء اللي يحكم بغلق الكلية وتحويل الطلبة لكليات أخرى. هو وصل حال التعليم لهذا المستوى الفضائحي، وبننصب على مين؟ الطلبة ولا المجتمع ولا المرضى؟ الواحد ممكن يقول إيه؟ مش عارف. مبارك علق: إغلاق كلية طب الأسنان بدمنهور بمصر بسبب تدريب الطلبة على أسنان جاموسة. نطالب بإجراء اختبارات الأطباء اللي شهاداتهم من جامعات مصرية. وآخر تعليق معنا بيقول: شو قصدكم منزقين الخبر وأنا عندي موعد أسنان بعد ساعة؟